تجيني قبيل. قال له قبيلة يعني البيضانية بشكل عام. قال له أن القبيلة البيضانية هناك ما تقول يا شيخ من الأساتذة لي تقديم وتوقيع كتاب جماعي. طيب هذا كتاب دراسات وأبحاث حول الصحراء يتناول مجموعة من القضايا الهامة التي تهم التراث والمجتمع والاقتصاد، هدفه استجلاء خصوصيات التراث بالمنطقة وأهمية وضرورة تثمينه والتعرف على أبعاده وخصوصياته واستثماره في أفق التنمية، مع إلحاح على ضرورة جمع تراث المنطقة وجمع تراثها الموجود في الوثائق الأجنبية وتصنيفه وتبويبه لجعله في متناول الباحثين وفي متناول برامج التنمية. محمد ملعينين باحث في التاريخ الجهوي للجنوب المغربي. مساهمتي في هذا العمل، العمل هو عمل جماعي لمجموعة من الباحثين الشباب، تناولت فيه بالدراسة مجال الساقية الحمراء ورمزية السلطة الدينية خلال القرن 19 وبداية القرن 20 الشيخ ماء العينين نموذجا. حاولت في هذا العمل أولا الانطلاق من تراكمات الصلاح والولاية في مجال الساقية الحمراء، وكيف أن هذا التراكم في الصلاح والولاية أنتج لنا تجارب دينية في القرن 19. من جملة هذه التجارب تجربة الشيخ ماء العينين الذي استقر في هذا المجال وأسس أول حواضر هذا المجال وهي مدينة السمارة أو زاوية السمارة. وانطلاقا من هذه التجربة سوف ينتج عن ذلك تجربة سياسية كانت موجهة لضرب المخططات الاستعمارية في المنطقة، خاصة المخططات الاستعمارية الغربية، وكيف لهذه التجربة أن نجحت بفضل التعاون والدعم الذي لاقته هذه التجربة من طرف الإيالة الشريفة وكذلك من طرف قبائل المنطقة الذي ساندوها وفي فترات معينة تناسوا صراعاتهم والفرقة وحروبهم وانتظموا في وحدة جامعة ناصرت الشيخ في تجربته ووقفت سدا منيعا ضد خصوم الوحدة الترابية في ذلك الزمن ممثلة في القوات الاحتلال الفرنسية والإسبانية، ومما نتج عنه يعني استمرارية هذه التجربة مع أبناء الشيخ أحمد الهيبة إلى حدود سنة 1919 ومع أخيه الشيخ مربي ربه الذي حمل هذا المشعل وظل يناضل وإلى حدود سنة 1934. إذن فهي تجربة تنطلق من منطقة من مجال معين عرف بصلاحائه وهي منطقة الساقية الحمراء. نتحدث عن الشيخ سيد أحمد العروسي، نتحدث عن الشيخ سيد أحمد الرقيبي، نتحدث عن منصور، نتحدث كذلك عن الشيخ سيد أحمد مقنبور. هذا المجال الذي احتضن هذه التجارب، تجارب هؤلاء الصلحاء، كان أكبر سند في تأسيس هذه التجربة، التجربة المعينية خلال أواخر القرن 19 وبداية القرن 20. بالنسبة لمساهمتي في هذا الكتاب الجماعي، قمت بترجمة لمقال لأحد الإسبان وهو أستاذ التواصل الاجتماعي في إحدى الجامعات الإسبانية، وهو مقال يتكلم عن الأفريقانية الإسبانية والمهمة التواصلية التي قام بها المعهد الدراسات الإفريقية بمدريد. من خلال هذا المقال الذي قمت بترجمته وهو الذي استعرض كل هذه المنشورات والمطبوعات والمجلات التي أنشأها الإسبان خلال قرنين من الزمان فيما كان يسمى سابقا بإفريقيا الغربية الإسبانية،
يعني البلاد التي احتلها الإسبان في قارة إفريقيا. وبالنسبة للأفريقانية فإنها تعني مجموعة من الباحثين أو الدارسين الذين انبروا لدراسة كل ما له علاقة بإفريقيا من ناحية، أولا من ناحية الجغرافية، ثم من ناحية الطبيعية، من ناحية الثقافية إلى آخره. بالنسبة لمعهد الدراسات الإفريقية قام بمجموعة من الجهود التي من خلالها حاول أن يقوم برصد الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لهذه المناطق التي كانت تتواجد فيها إسبانيا. هذا العمل الذي ساهمت فيه بهذه الترجمة الغرض منه هو إضافة نوعية لكل ما ينشر عن المناطق الصحراوية الجنوبية الثلاث. وفي الحقيقة هو عمل مجهود لمجموعة من الباحثين كل واحد في تخصصه راكموا تجربة معينة وأهدوا لنا هذا العمل الذي يعتبر لبنة من لبنات العمل الثقافي في المناطق الجنوبية الثلاث. محمود الزاهي أستاذ مساعد جامعة بن زهر بقدير، بالنسبة لهذا العمل والمساهمة هي جات في إطار إماطة اللثام عن المشترك الثقافي الأقاليم الجنوبية وإسهامات علماء وزعامات وشخصيات في هذا الجانب الثقافي سواء على المستوى المحلي أو المستوى الوطني أو المستوى العربي. واليوم في الحاجة إلى إبراز هذا الموروث عبر دراسات تنهل من الموثق وتنهل أيضا من العمل الميداني بغية بناء تراكم يساهم في إبراز هذه الثقافة وإشعاعها وإعطائها المكان التي تستحق. صغيرة صغيرة حقة ثانية، صغيرة صغيرة. شوف